سعد الأغصان، مثل ما قلت لك ليش ابتديت هني معاك القراءة؟ أقول لك ما في أحد عطاك أو تفضل عليك بالامتيازات اللي راح تبتدي تعيشها، فهني لا تحس في هذا الكارت يقول لك لا تحس إنك مدين للآخرين بأي شيء. خلينا نشوف النتيجة. 10 السيوف، في أشخاص راح يحسون هني ولكن ما عليك أنت، مش مشكلتك. في أشخاص راح يبتدون يقولون برج الحوت تغير علينا، برج الحوت من حصل على الوظيفة الفلانية أو افتتح المشروع الفلاني، أوكي تغير علينا، صار شايف حالة، طلعت ألوان الحقيقية، ولكن ما عليك من هذا الكلام كله، ما عليك من الذنب اللي يحاولون أن يحسسونك فيه، لأن عزيزي مثل ما أشوف هني امتيازات استقلالية، حتى مو فقط امتيازات مادية، امتيازات راح تحصل عليها بسبب قاعد ترتفع عتبة، مش خطوة، عتبة كاملة انت على وشك ان ترتفع لها خلال هذا الشهر. لا تنسون احنا مقبلين على العطلة الصيفية، الكثير من الاشخاص راح يسافرون، نعم، وايضا الكثير من التلاميذ راح ينتقلون من مرحلة الى مرحلة اعلى. خلينا نوضح الكروت. الامبراطور، ضمان الخماسية، شنو قلت لك؟ العمل المضني، التركيز في العمل، احنا نعمل والناس قاعدين يستمتعون، يخرجون، يتسامرون، احنا كنا نقضي كل وقتنا وجهتنا وتركيزنا في العمل، هذا هو كأنما اللي قاعدة أشوف الحكاية وراء النجاحات اللي راح تأتي في طريقك، وراء الراحة اللي انت راح تكون مستعد ان تعيشها بداية من هذا الشهر. خلينا نوضح كارت برج الثور وهو المألوف، نفس الشيء، العالم، السفر، الارتحال، الانتقال، هذا كارت ايضا يعني التخرج. اشوف هني لا تنسى انك يا برج الحوت كارتك هو في التارو القمر وايضا الهاي بريستس وهي العالمة، كروت تحيطها الكثير من الغموض، طاقة الغموض، طاقة الامور اللي خلف الكواليس. اشوف هني عملك نفسه، اجتهادك لان تحصل على مرادك كان دائما خلف الكواليس، من اجل ذلك يمكن هؤلاء الناس مش واعين ان انت كنت تجتهد. ليش؟ لما انت هني قاعد تجتهد اشوفك في وقت الناس فيه ساهين عنك، ما يلاحظونك، في وقت الليل، في وقت هم بعيدين عنك فيه، من أجل ذلك يستيقظون يوم من الأيام يقولون برج الحوت حصل على كل شيء بسهولة، على القبول في الجامعة، نجح في امتحانات الجامعة، أو نجح حتى في مقابلة العمل الجديد، مهما كان الوضع لك خذ القراءة بما يناسبك. خلنا نشوف العربة، كارت برج السرطان، عندنا هني كارتين طاقتهم نارية، ممكن يكون حمل، أسد، وقوس، فارس الأرض، الفارس الحذر البطيء، عكس طاقة العربة، العربة دائما تمثل الاندفاع والسرعة، هني قاعدة أشوف، تعرف تأتينا أوقات في الحياة يا برج الحوت النمو فيها يكون بطيء، أنت الحمد لله خارج من هذه المرحلة، خرجت، بعضكم خرجوا وبعضكم على وشك أن يخرجوا، تخرجون من المرحلة اللي تعرف أنت تحاول كثيرا ولكن نتائج أو المقابل اللي تحصل عليه مقابل اجتهادك قليل، قليل وبطيء، وما يجر عليك الكثير من النتائج بسرعة، ما تحصل على الكثير من الأموال بسرعة، كانت فترة متعبة في الماضي، ولكن كل هذا رح يتوقف أو يتغير ابتداء إن شاء الله بهذا الشهر. نوضح 9 الأغصان، خمسة الخماسيات، خمسة الخماسيات أو الرقم 5 هو دائما رقم الافتقار، هذا الكرت أيضا يقول لنا احنا مش المفروض علينا ان نسمح للمشردين، الاشخاص اللي الحين صاروا يعرفون قدرنا ويعرفون مكانتنا ومنصبنا، نسمح لهم بالدخول والولوج في حياتنا، لان عندك فوقها كارت يقول ممنوع الاقتراب،
ممنوع الاقتراب مثل ما أنت، وإن كانوا محتاجين الأشخاص اللي راح يطلبوا منك المساعدة أو حتى يطلبوا الاقتراب منك في الفترة القادمة، يريدون أن يقتربون من شخص ابتدى يحقق نجاحات في حياته العملية، لأن هني أشوفهم كأنما لم يؤمنوا فيك لما أنت كنت بحاجة، لما أنت كنت في هذا الموقف هم لم يساعدوك ولم يؤمنوا فيك. آخر كرت اللي يسألوني ليش لما تسقط الأوراق ما أخذها كلها، لما تسقط تكون بهذا الشكل ما أخذها، لما تنقلب وأحس أنها تخص القراءة أخذها، فكل الموضوع يخص نيتي الخاصة في أخذ الأوراق. آخر كرت انتهاء مرحلة مؤلمة عندك، 10 السيوف، ولكن يتبعها لم الشمل. هذا الكرت دائما يعني لي اجتماع السعادة، لأن هذا كرت اللمة في البيت، السعادة الأسرية، وجانبه الفرصة الجديدة، الأموال القادمة في الطريق. كأنما قاعدة أشوف هني، وهذه الطاقة جدا جميلة يا برج الحوت، أنت من الأبراج الوفية، خصوصا لما تكون طاقتك إيجابية، لما تكون في عنصرك الإيجابي، من الأبراج اللي الكريمة السخية اللي تعطي ولكن تعطي لمن تحب. قاعد أشوف هني أول، مثلا أول ما تدخل الجامعة، أول ما تحصل على أول راتب، أول مرتب، أول دخل، أول شهر من مشروعك الجديد، على طول راح تأخذه وتتشاركه مع الأشخاص اللي تحبهم، تتشاركه مع الأشخاص، مش هني الأشخاص اللي لم يؤمنوا فيك وكانوا دائما ضدك أو ينتقدونك، ومن ثم حين يطالبون أن يدخلون في حياتك يحصلون على جزء من هذا النجاح، يتشاركون معك ويعيشون معك هاي النجاح. لا، هؤلاء الأشخاص هم ممكن جدا من المقربين اللي يحبونك ويحبون يشوفونك ناجح وبخير، الأشخاص اللي يدعون لك بالتوفيق، الأهل، الأم، الإخوان، الخوات، الزوج إذا كان موجود، الأب، الجدة والجد، هاي النوع من الطاقة اللي جدا مقربين وأنت واثق 1000000% أن دائما يريدون ويتمنون لك الخير. أو هذه ممكن حتى تكون النصيحة لك، إن نعم في أشخاص أنت عارفهم لازم تتركهم بعيدة عنك، ما تعطيهم مجال يدخلون حياتك يتشاركون معك، ولكن في أشخاص اللي وقفوا معك من البداية وساندوك، كن كريما معهم، تذكرهم، لأن عندما أنت شوفك هنا يا برج الحوت كنت لا تملك شيء، كنت قاعد تمر في صعاب، هؤلاء الأشخاص قدموا لك كل ما يملكونه، وهي فعلا بالطاقة هذه العامة، دائما هي طاقة الأم، الأب، دائما هم لا يملكون الكثير ولكن يعطون لك كل ما يملكون. تذكر هذا الموضوع أو تذكر هاي الطاقة في أول نجاح، أول اجتياز، أول مرتب أو أموال تأتي في طريقك. هذه كانت رسالتك العملية. راح أنتقل الحين إلى القراءة العاطفية العامة. مثل ما عودتكم القراءة العاطفية المفصلة راح تكون إن شاء الله في فيديو منفصل خلال شهر يونيو. وأيضا القراءة العاطفية ممكن تكون جدا معكوسة، يعني لما أتكلم عن الشريك احتمال أني أتكلم عنك، وأيضا العكس. أخذ الجانب اللي يناسبك من القراءة. أول كرت، أوكي، الكوب الأول، قاعد أشوف حب جديد وإعجاب جديد. مو قلت لك أنت راح تنتقل في الحياة العملية، في انتقالك للمكان الجديد، سواء كان جامعة، مشروع تديرة، وظيفة جديدة، في شخص راح يعجب فيك بغض النظر من اللي موجود عندك في الماضي، هذا شخص جدا جديد تقع عيناه عليك ومن أول يوم يدرك إنه هو جدا معجب فيك. 10 الأغصان، كأنما أشوفك هني أنت اللي يا برج الحوت ما عندك مجال تستوعب الحب أو الإعجاب، مش منفتح من أجل الحب. هل مريت بتجارب أو ماخذ فكرة سيئة عن العلاقات بشكل عام؟ 10 الأكواب، نعم لازم تدرك هني، إذا
ما تنهي الطاقة القديمة عندك، طاقة الخذلان، طاقة الألم، طاقة اللي أنا جربت أحب من قبل، جربت أرتبط من قبل وما أتاني إلا الأذية من الناس. عندك هاي النوع من الطاقة، تتذكر الماضي وشلون أثر عليك الماضي وتقول ما أريد بعد، ما أبي مرة ثانية، أريد أدخل في حب وأريد أخسر. توني الحين أنا مستعد لبداية جديدة، ولكن هني الرسالة لك مقابل 10 الأغصان 10 الأكواب. إذا إحنا ما نخاطر ما نقدر نحصل على مرادنا. الإنسان ما يحصل على اللي في باله، الأمنية، إنزين، عن طريق أنه يظل قاعد مكانه وينتظر الحب أنه هو يدق بابه، ويكون هو دائما مثلا ممتنع. 9 الأكواب هذا شيء أنت لطالما تمنيته، لطالما تمنيته، ولكن راح يأتيك في وقت، يدق بابك في وقت أنت لم أنت ما تتوقع. أشوف عندنا الكثير من طاقة الماء، ولكن الشيء الوحيد اللي لازم تسويه إن أنت تكون منفتح من أجل الحب. 3 الأكواب الاحتفال، أشوفه هذا شخص ما يحب يلف ودور مثل العلاقات أو التجارب السيئة اللي أنت مريت فيها في السابق. هذا شخص أحب يدخل في الموضوع دغري ويوضح مشاعره أيضا بسرعة. هنا عندنا كرت الاحتفال، يبين لي أنه بسرعة يتجه نحوك، يبين لك مشاعره، يعطيك اهتمام، الكثير من الاهتمام، يغرقك بالاهتمام خصوصا أمام الناس. أحب أن يبين مكانتك في قلبه أمام الناس. هذا هو الشخص اللي ممكن يكون توه دخل في حياتك، أشوف نيته جدا ممتازة وطيبة، وممكن على وشك أن يدخل. نوضح الكرتات. الكوب الأول، ملكة الأرض، احتمال أنها من برج ترابي. أشوف هنا طاقة الماء، ممكن يكون أيضا برج مائي، ولكن الطاقة الترابية أقوى عندي. عذراء دلو سوري عذراء جدي وثور. لا تنسى أن في قراءتك العملية كان عندنا كارت برج الثور المأذون. هني أنت هني كأنما قاعدة أشوفك تفكر، يمكن في فارق سن بينكم، أو فارق في المنصب، فارق في البيئة، في فرق ما بين طاقة الماء وطاقة التراب، فارق ديني مذهبي، فارق في الجنسية. حتى قاعد تفكر ليش هذا الشخص، تشوف أن إنسان زين، تتساءل مع نفسك ليش مرتبط، ليش الحين قرر يرتبط فيني أنا، لماذا اختارني أنا. عندك شوية طاقة شك في نوايا. هذه هي طاقة عدم السماح بالاقتراب، الدفاع اللي قلت لك لازم تخرج منها عشان تحصل على أمنيتك في الحب، الأمنية اللي يمكن استسلمت عنها من وقت طويل. التمبرنس، التوازن، الاعتدال. هني كأنه ما يقول لك، هذا أيضا كرت يعني الصبر. ساعات إحنا نتمنى، وأيضا الملاك في يدك كوبين بعد يوازنهم، ساعات إحنا نتمنى يا برج الحوت، ساعات نتمنى أشياء ونكون مستعدين لها وما تأتينا، ما تأتينا. لازم يكون هني أيضا بعد أشوف الإيمان، نؤمن أن في الوقت المناسب بالشكل المناسب رح نلتقي الشريك اللي يستحقنا. فهني كأنما يقول لك لا تخطأ بالخلط بين العلاقات السابقة اللي مريت فيها بتجارب سيئة، أشخاص غير جادين، أشخاص أشوفهم هني، أشخاص شنو اللي جرحك وتعبك إن هاي الأشخاص، العلاقات السابقة، الشريك السابق كان غير مستعد أن يحارب من أجلك، دائما ينسحب، دائما يتركك أن تواجه الظروف والمصاعب لوحدك. هني يقول لك لا تزر في هاي الكوب، قاعدة أشوف في هالكرت، لا تزر وازرة وزر أخرى، مش كل الناس على شاكلة واحدة ومش كل أصابعك سوا، لأن جدا الشخص القادم في طريقك أشوفه شخص إن شاء الله جاد وممتاز خلقا وخلقا، سوري خلقا وخلقا. خلينا نشوف 9 الأكواب. 9 الأكواب أوضح من كذي ما في. من 9 الأكواب، رقم 9 هو رقم الشيء الفردي، يعني 1، خلينا نقول 9 هو 1، أمنية واحدة.
قديمة عندك بخصوص الحب، بخصوص لما كانت مشاعرك لحد الآن غير مخذولة بشكل عام تجاه الحب، لما كنت لحد الآن تؤمن بفكرة الحب نفسها. نعم ما صار لك نصيب في السابق، ولكن الحين الحب نفسه قاعد يطرق أبوابك. هل راح ترفض شيء أنت لطالما تمنيته؟ نوضح آخر كرت. هني عندنا كرت برج الميزان، العدالة كرت برج الميزان، وأيضا الإمبراطورة كرت برج الميزان. هذا شخص قلت لك من البداية حتى قبل أن أشوف الكرتات التوضيحية في ثلاث الأكواب، قلت لك هني يريد أن يدخل من الباب على طول، جاد على طول واضح. أشوف هني قاعدة أتكلم مع شخص من برج الحوت، عانى في علاقة سابقة مع شخص سابق، نوعية الشريك السابق كان جدا عكس الشريك القادم في طريقك. الشريك السابق مثل ما قلت لك انسحابي، ما يحارب من أجلك، ما يثبت أي شيء من أجلك، يخليك دائما لوحدك في مواجهة المصاعب، غير جاد أول ما تكلم عن الارتباط أو تحاول أن تدفع معاه موضوع الارتباط، تشوف منه طاقة انسحاب، طاقة أنت لوحدك في هذا الموضوع. الشريك القادم اللي أشوف أنه راح تلتقي فيه عن طريق العمل الجديد أو المرحلة الجديدة اللي أنت مقبل عليها، شريك جدا ناضج، واثق مما يريد وعلى طول يروح لما يريد. ليش؟ لأن عندنا هنا كرت الاحتفال، يحتفل فيك أمام الناس بمكانتك، يبين ما يداري، ما يخبيك عن الناس، يقول يسوي نفسه ما يعرفك، لا واضح في إعجابه لك. وعلى طول تحت كرت العدالة الأمور القانونية، عقد الزواج الرسمي، وتحته كرت الإمبراطورة وهي الإمرأة الحامل. نيته واضحة، إنسان دغري مثل ما نقول، ما عنده يمين يسار. يمكن أنت هني شوي تستغرب بسبب فارق السن، فارق الجنسية، تحس إن مثلا مواصفاته جيدة، فلماذا لم يرتبط فيه؟ لماذا لم يرتبط قبل أن يلتقي؟ أنت هني كذي قاعدة أشوفك تفكر. ولكن هذا الشخص لم يجد الشريك المثالي، لم يجد الشريك المثالي. أنت هني قاعدة تفكر في أسباب لماذا، إيش معنى أنا؟ لما أنت تكون الشريك المثالي بالنسبة لو في بينكم نصيب وتوفيق من الله، الموضوع طبيعي رح يمشي بالسرعة اللي قاعدين نشوفها في القراءة. كرت العدالة، بعدين أشوف أن هذا الشخص على طول مستعد أو عنده نية واضحة أن يتوجه إلى المأذون اللي شفناه هني، مأذون الزواج، الوالد الوالدة، ويكلمهم في موضوع الارتباط الرسمي. يريد، هذا دائما إنسان يعني شوية ملتزم، جاد وملتزم، يريد أن يدخل معاك البيت من بابه، كأنما حتى ما يريد، مو مهتم في العلاقة والحب قبل الزواج. نعم في إعجاب قبل الزواج، يريد أن يدخل على طول في الزواج نفسه. وعندنا كارت الإمبراطورة. إذا أنت وافقت على هذا العرض، أتوقع إن شاء الله يا برج الحوت إنه رح يكون في حمل سريع، مو بس حمل سريع، هني يتكلم هذا الكرت عن الوفرة. وأنت هني قلت لك مجرد إعجاب قبل الزواج، ولكن بعد العشرة الأمور رح تمشي بينكم، وفي العشرة رح تتطور بينكم العلاقة والأحاسيس والارتباط بشكل جدا سريع، بشكل يتخطى توقعاتك، أفضل من توقعاتك. أوكي عزيزي برج الحوت، هذه كانت قراءتك العاطفية. رح ننظر إلى الأخبار القادمة في طريقك، ممكن تكون أخبار متعلقة بفحوصات، بتأشيرة عمل، بطلب هجرة، موافقة على مشروع، أي أخبار أنت بانتظارها. ملك الأكواب، في خبر بالموافقة، مو فقط الموافقة، راح يكون في ثقة من هاي الأشخاص بأنك تكون على قد المهمة. اللي بعده
هذا كرتك أنت، كرت العالمة موافقة عليك. ممكن جدا أن تكون تحاول تدخل مثل ما قلت لك الجامعة، تحصل على وظيفة، لأن هني أشوف الموافقة شخصية باسمك، باسمك الخاص مو باسم شركة، باسمك الخاص تنقبل في وظيفة، تنقبل في، أو حتى هني قاعدة أشوف ينادونك بالاسم. هل أنت بانتظار مثلا حفل تخرج ينادونك بالاسم؟ يمكن في هني شركة توظيف أو شخص لاحظ أدائك من بعيد انتبه لك، فقبل حتى أن تعرض نفسك عليه تريد أن تقدم يعني على الوظيفة على الجامعة، وهم ينادونك بالاسم أو يطلبونك بالاسم. أوكي، أربع الخماسيات. قاعد شوية أنت شوفك هني تعاين كل خياراتك، تريد أن تختار الأفضل لنفسك، ما تريد تتسرع في اتخاذ القرار. عشرة الأكواب مرة أخرى. نعم، لأن أشوف هني أنت تفكر أن القرار اللي راح تأخذه في هاي المرحلة في الجامعة، الوظيفة، الجانب العملي، راح يتأثر على حياتك بأطولها على المدى الطويل. فأشوفك هني شوية حذر وما تريد أن تتسرع في اتخاذ القرار، ولكن قرار تأثيراته راح تكون إن شاء الله جدا إيجابية. آخر كرت فارس السيوف. هل أنت خائف من المسؤولية؟ ما أدري، هل أنت خائف من الانتقال؟ عندك شوية خوف أيضا، هاي الكرتين يبينون لي أنك خائف، مش خائف كثر ما عندك شوية قليل جدا ترقب من المستقبل، لأنك داخل في مرحلة جديدة، منتقل مثلا من مرحلة ثانوية إلى جامعية، من مرحلة خريج إلى مرحلة موظف، فعندك شوية تريد أن تبهر الناس، تريد أن تثبت نفسك، عندك مهمة تريد أن تحققها. ففي الفترة القادمة أيضا النصيحة لك أن تكون مركز، مركز وجاد وعلى قدر المهمة.